في عناوين نشرة الليلة: نيران صديقة تصيب إيران في لبنان. في ازدواجية لدى التيار الوطن الحر وتحديدا الوزير جبران باسيل. شهيب أنا مش رح أنزل، أنتوا طلعوا. عيب عليك، عيب عليك، عيب عليك. المؤسسة الدينية بين المدرسة الخاصة والرسمية. مدارس التابعة لطوائف بلبنان أو لأوقاف، كمان هذه المدارس معفية من الضرائب والرسوم. الضمان يهز العصا للجامعة الأمريكية. تبين أنه عم يمضوا المريض أنه يدخل على مسؤوليته الخاصة على الجامعة الأمريكية على درجة أعلى من درجة الضمان. أبو الغيط يستطلع عودة سوريا من لبنان. يجب لكي تعود سوريا أن يكون هناك توافق. بدنا نضوي غزة، الكاميرا تكسر الحصار. يوجد حياة في غزة. في ترندز جوجل يحتفل بالحمى. وفي فن الخبر السيدة ميشيل أوباما مفاجأة الجراميز. Music has always helped me tell my story. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.